مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، مشاهدين برنامج أنا والطبيب. في البداية هنرحب بزميلي دكتور محمود طلعت. مساء الخير يا دكتور. مساء النور دكتور منى، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. وهنرحب بضيفنا دكتور أحمد فؤاد. مساء الخير دكتور أحمد. مساء النور يا دكتور. دكتور محمود هتعرفنا بدكتور أحمد. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أنا والطبيب، البرنامج المتخصص في موضوعاتي والمتميز بضيوفي. والنهاردة عندنا موضوع مهم وضيف متميز. موضوع الحقيقة مهم وشائك ويهم الكتير جدا من المصريين، وممكن يكون عند ناس كتير ومش حاسين بيه. موضوع ممكن يكون بسيط، ممكن يتحول لحاجة خطر تستلزم طرق علاج صعبة. موضوعنا النهاردة موضوع الكبد الدهني، أو بالبلدي دهون الكبد. هيكلمنا عن الموضوع ده النهاردة ضيفنا وضيفكم الدكتور أحمد فؤاد الشريف، مدرس واستشاري الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة عين شمس. دكتور أحمد أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمود. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور أحمد. إيه تعريف الكبد الدهني؟ يعني إيه كبد دهني؟ هو مبدئيا الكبد الدهني هو تراكم الدهون في خلايا الكبد بصورة مرضية تتخطى إصابة خلايا الكبد. نسبة 5% من خلايا الكبد ما يتخطى نسبة إصابتها بدهون الكبد، نبتدي نقول إن المريض اللي قدامنا دوت عنده كبد دهني. ويمكن إحنا عندنا في مرض الكبد الدهني ده التعريف الأشمل والأعم، يندرج تحت الكبد الدهني والتهاب الكبد الدهني. يمكن التهاب الكبد الدهني هو الحاجة الأخطر اللي بنشوفها، ممكن تؤدي لمشاكل أكتر في الكبد وتؤدي للمضاعفات اللي احنا بنبقى عايزين نحذر المرضى منها. مفيش قلق ان شاء الله باذن الله من قصه الكبد الدهني، بس برضو نخلي بالنا هو مرض بينتشر في العالم بصوره ممكن تقترب من نسبه 25% من سكان العالم ممكن يبقى عندهم كبد دهني. في الشرق الاوسط الدراسات قالت ان ممكن يصل الناس اللي عندها الكبد الدهني ل 30%. ال 30% دول ممكن يبقى من 5-10% منهم عندهم التهاب الكبد الدهني او الصوره اللي تقلق من الكبد الدهني. يعني الكبد الدهني ده خطوه قبل التهاب الكبد الدهني. بالظبط. ايه الفرق بينهم يا دكتور؟ الفرق بينهم ان في التهاب الكبد الدهني بيبتدي يحصل التهاب في خلايا الكبد. التهاب خلايا الكبد ده بيؤدي بعد كده ان ممكن يحصل تليفات في خلايا الكبد، وتليفات خلايا الكبد هي اللي بتؤدي بعد كده لمشاكل في وظائف الكبد، ولا قدر الله فشل في وظائف الكبد، والمضاعفات اللي احنا كتير مننا بيبقى عارفينها فيما يخص ان ممكن يحصل لا قدر الله استسقاء، دواليب المريء، حاجات غيبوبات كبديه، وممكن في بعض المرضى أورام الكبد أو ما يستدعي زراعة الكبد لبعض المرضى، يعني كمرحلة أخيرة من تليف الكبد. والخطورة يا دكتور؟ زي ما اتكلمنا دلوقتي، إحنا يمكن الكبد الدهني حاجة شائعة بالنسبة لنا جدا في عيادات الجهاز الهضمي والكبد. إن إحنا بيجي لنا مرضى كتير قوي تقول إن أنا وأنا بعمل فحص لقيت إنزيمات الكبد عالية، أو السونار الموجات الصوتية طلعت لي إن أنا عندي كبد دهني. فالسؤال اللي بنسأله على طول، هل ده خطر ولا لأ؟ زي ما اتكلمنا هو مرض شايع، فما نبقاش قلقانين قوي، بس في نفس الوقت نبقى مخليين بالنا من الفحوصات اللي بتطلب مننا ومن طريقه المتابعه، عشان نبقى مطمنين ان احنا ما وصلناش لمراحل تستدعي علاجات معينه او تدخلات معينه. دكتور احمد، هو انا ممكن اتفاجئ بيه من غير اعراض؟ لان زي ما بقول لحضرتك عدد المصابين بيه كبير جدا. فالغالبيه الاعم بتيجي بصوره ان احنا بنكتشفه بالصدفه. ان انا بعمل سونار لاي سبب إن كان لقيت عندي كبد دهني، بعمل تحاليل لقيت عندي ارتفاع في انزيمات الكبد، وده يمكن يبقى مؤشر ان ممكن يبقى عندي التهاب في خلايا الكبد او التهاب الكبد الدهني، ومن هنا بنبتدي نتجه له ان احنا عايزين نطمن بقى على وظائف الكبد، على حاله الكبد نفسها اخبارها ايه، عشان نقدر نطمن المريض بتاعنا يعني القلق والهلع من المضاعفات بتاعت الكبد اللي معظم الناس شافتها قبل كده في الفيروسات الكبديه، خليتهم بيبقوا متخوفين قوي من اي اصابه للكبد باي مرض كان. يعني مين يا دكتور احمد المعرضين؟ مين الاكثر عرضه؟ لو قلنا واحد شخص عادي، اعرف ازاي ان انا معرض، فبالتالي ابدا ابحث وادور على اذا كان عندي ولا لا؟ هو السؤال حضرتك بتساله يا دكتور هو سؤال مهم جدا. احنا في عندنا ناس اكثر عرضه للاصابه بمرض الكبد الدهني. مرضى السكر من النوع الثاني، مرضى السمنه، احنا بنقول يعني السمنه دلوقتي بقت مرض في حد ذاته.
والناس اللي بيبقى عندها عوامل وراثيه تؤدي لزياده الدهون في الدم برضو بيعمل كبد دهون. لكن في نقطه لازم تبقى واضحه برضو عند الناس، ان انا مش معنى ان انا مش وزني زياده وان انا مش مريض سمنه زي ما بيقولوا ان انا ممكن ما يجيليش كبد دهني. لا، في دراسات اتعملت لقت ممكن تصل نسبه ل 7 ل 10% من مرضى الكبد الدهني ان هم ممكن يبقى عندهم الوزن كويس بس عندهم كبد دهني برضه. مش محصن يعني، اللي مش وزنه محصن. كويس ده يخاف برضه. مش بس اللي بالظبط وزنه زياده يخاف، اللي وزنه عنده سكر ممكن وزنه تكون عن مظبوط طريق ممكن وراثه. يكون محصن. الوراثه بتتدخل دايما في قصه المشاكل الخاصه، انها تؤدي السكر يؤدي بعد كده الكبد الدهني، ان يبقى عندي ارتفاع في دهون الدم، ولو ان ارتفاع دهون الدم لوحده ممكن ما يبقاش موجود ويبقى عندي كبد دهني، بس الحاجات دي هي اللي العوامل الوراثيه بتتدخل فيها شويه. طيب التشخيص بقى يا دكتور احمد، هنشخصه ازاي؟ حضرتك كدكتور في العياده، جالك المريض هتعرف ازاي ان ده عنده كبد دهني ويستدعي اذا كان علاج بقى او تعليمات او النقطه بقى اللي هنقولها في الاخر، نقطه العلاج دي، بس نشخصه الاول ازاي؟ هو اول حاجه زي ما اتكلمنا في البدايه، ان احنا ما نبقاش قلقانين قوي، يعني هو الذعر بيبقى مسيطر على المريض اللي اتقال له في فحص السونار، اللي في الغالب هو ده اول وسيله حد فينا بيعرف ان عنده كبد دهني، اتقال له ان انت عندك دهون على الكبد وبصوره عاليه فراجع دكتور الكبد. اكتر حاجه بيتشخص بيها العيان بنقول عليها عن طريق الصدفه، ان هو بيعمل فحص لشيء ما، سونار، موجات صوتيه لحاجه معينه، طلب منه فحوصات خاصه بالكبد، فيبتدي يعرف ان في عنده كبد دهني او ابتدى يبقى في مشكله في الكبد. قبل كده طبعا الفيروسات الكبديه كانت هي العامل الرئيسي وما زالت حتى هذه اللحظه اللي بنشك فيها الاول خالص في وجود اي مشكله في الكبد. بس مؤخرا الحمد لله يعني فيروس سي ابتدى، احنا في طريقنا ان شاء الله باذن الله لزواله يعني بالعلاجات اللي موجوده حاليا. وفيروس بي مش بالانتشار بتاع الكبد الدهني، ليه تطعيم؟ فلازم ميزه فيروس بي دي ليه تطعيم؟ بالظبط يا دكتور عشان محمود كده مش له وقايه. بس فيروس سي ما بقاش منتشر زي الاول. فيروس سي لا، العلاجات اللي اتاخدت طبعا احنا قل وصلنا عن الاول. لمرحله يعني الحمد لله المجهودات اللي اتعملت في القصه دي في مصر بالذات يعني نموذج يحتذى به، ان احنا يعني في طريقنا ان شاء الله باذن الله في 2030 ان احنا نوصل ما عندناش فيروس سي ان شاء الله. ان شاء الله. فالمريض دلوقتي اللي جاي متشخص بمشكله في الكبد او عنده كبد دهني، بنبتدي نعمل له اول حاجه تقييم للحاله العامه، ان احنا نفحصه نساله على تاريخ المرض دي، هل حصل عنده اي اعراض تقول ان انا كان عندي مشاكل في الكبد ولا لا. والفحوصات المعمليه من وظائف الكبد، انزيمات الكبد، وبعد كده بنلجا للطرق اللي هي التصوير. تصوير عن طريق الموجات الصوتيه، وده اول حاجه واسهل حاجه بتتعمل، بس مشكلتها انها مش بالدقه الكافيه انها تقول لي معدل تدهن الكبد قد ايه. ما بتشخصش نسبه تليفات الكبد الا في المراحل المتاخره، وبتبقى معتمده اكتر على الاوبريتور ديبندنت، او احنا في الطب بنقول ان على حسب خبره اللي بيقوم الدكتور او بالفحص، الشخص الدكتور اللي بالفحص. بيقوم بالفحص. بقى الموضوع دوت استدعى بعض الفحوصات النون انفيزيف او اللي هي الغير تدخليه، زي حاجه اسمها الفايبروسكان. الفايبروسكان ده جهاز بيقوم فكرته ببساطه شديده زي الموجات الصوتيه، هو بيقيس اللزوجه او بيرسل موجات يقول لي الكبد دوت هل في نسبه تليفات ولا لا، هل في تراكمات للدهون وكميتها قد ايه. ويتميز عن السونار ان هو الجهاز في السوفت وير بتاعه او في البرنامج بتاعه بيبقى فيه حاجات تخليه ما ياخدش غير القراءات السليمه. تمام. بيرفض القراءات الغير سليمه عن طريق يعني ما بنيجي نستخدمه عشان نقيس لمريض، لو خدنا قراءه في مكان مش مظبوط او في جزء مش مظبوط فبيقول لي انفاليد ريدنج او قراءه غير سليمه، هو وهو بيرفضها من بيستبعدها الاول. من نفسه. بيستبعدها من الاول. وبياخد 10 قراءات وبياخد المتوسط ما بينهم. بيفيدنا ان احنا نبقى عارفين نسبه الدهون في الكبد قد ايه، وهل الكبد دوت ابتدى يحصل فيه تليفات ولا لا. بيديني اف زيرو ان مفيش اي تليفات في الكبد، وواحد واثنين ان احنا عندنا بدايه لتليفات الكبد، وثلاثه واربعه يمكن ابتدينا نخش في مراحل ايه متطوره من تليفات الكبد. وده يعني بيطمن المريض، وفي نفس الوقت بيحطه ان احنا بنبتدي نشخص العيان اللي قدامنا ان هو ابتدى يدخل في مراحل تليفات الكبد اللي ما بتبقاش ظاهره بالكشف الاكلينيكي، اخلي بالي ان انا افحصه بصوره دوريه،
عشان الاورام الكبد، لان احنا بيبقى لينا برنامج لفحص مرضى تليفات الكبد مختلف تماما عن مرضى الكبد العاديين، كل 6 شهور بالموجات الصوتيه وبعض التحاليل دلالات الاورام. ويمكن ده من الحاجات اللي معتمده دوليا دلوقتي في تشخيص. وسهل يا دكتور احمد استخدامه، يعني حضرتك قلت السونار مش دقيق، العينه انفيزيف او مخترق، احنا برضو يعني هنيجي للعينه. العينه دي احد وسائل تشخيص بنقول عليها القانون الذهبي او الجولدن رول بالنسبه لنا في تشخيص اي مرض قلبي، بس هي اختراقيه، يعني هي بتتعور وتخش الجسم، محتاجه بنجو غرفة تعقيم وحاجات زي كده. بس الفايبروس كان ده مش محتاج القصيانان انفيزف، سهل بقى استخدامه زي السونار. احنا شايفينه هو معانا حجمه صغير، انا شايف الحقيقه حجمه صغير قوي، شاشته حتى قد شاشه السونار. قبل ما نتكلم عن الجهاز هناخد فاصل، للمشاهدين يشوفوا الجهاز على الشاشه ونرجع لتاني. تمام، فاصل ونقعد. بعد الفاصل اعزائي المشاهدين مع دكتور احمد فؤاد، نورتنا يا دكتور. منور بيك، ربنا يحفظك. وهنتعرف على الجهاز مع دكتور احمد. هو بص حضرتك، هو الجهاز الفايبروسكان هو يعني ده نموذج المتنقل منه، وفي نموذج بيبقى اكبر شويه شبه جهاز السونار تقريبا. تمام. الفحص المريض بيبقى صايم قبليه تقريبا ساعتين. بيتعمل بواسطه الطبيب مختص. بياخد حوالي من 3 لـ5 دقائق عشان يتعمل الفحص. التقرير بيطلع بعدها بـ10 دقائق، فيمكن دوت من الحاجات برضو اللي بتطمن العيان على طول ان احنا وصلنا. انا عندي تليف ولا لا؟ هو ده الاسئله اللي بيبقى عايز يجاوب يعني عليها. يعني سهل سهل جدا جدا. النتيجه وهو واقف. وفي يعني كواليتي ميجرز او معايير جوده عشان التقرير، حتى احنا زمايلنا الاطباء اللي مش مختصين في الفايبروسكان بنقول لهم تبصوا على بعض النقط، لما يجي لك تقرير من الفايبروسكان تبص على بعض النقط عشان تعرف التقرير ده فعلا فاليد ولا لا. وهو ده اللي احنا بنعتمد عليه تقريبا في التشخيص بتاع الكبد الدهني، من ناحيه التليف او تراكم الدهون في الكبد. وفي نفس الوقت عشان هو حاجه مش تداخليه زي ما الدكتور محمود كان بيتكلم، فممكن يستخدم في المتابعه. ان انا ان انا بعض الناس ممكن اما عاوز اطمن هل حصل شويه تحسن في تراكم الدهون، نسبه التليفات ثبتت او قلت، يعني متابعه بصفه مستمره. يعني بنتكلم من سنتين لـ3 سنين لو مريض كبد دهني ممكن يتابع تطور المرض بيه على حسب برضو تعليمات الطبيب المعالج بتاعه. وهو الجهاز موجود في مراكز كتير في مصر، وموجود في بعض الاماكن الحكوميه برضو. طب يعني الطبيب بيوجه المريض بتاعه للمكان اللي بيطلب فيه الفحص. لكن اما نيجي برضو نتكلم، احنا عندنا في حاجه اسمها القاعده الذهبيه في تشخيص تليف الكبد، اللي هي العينه الكبديه. زي ما كان دكتور محمود بيسال قبل الفاصل، احنا العينه الكبديه مشكلتها ان صعب اقناع العيان بيها. في ناس كتير قوي بتخاف، اصل انا يا دكتور بتتاخد ازاي، وشكه الابره، وطب ايه المضاعفات بتاعتها. فيعني بعض الناس بتخاف تعملها، وده بيأخر شويه في التشخيص يعني. بس ساعات يعني بتبقى هي الاوبشن الوحيده او الخيار الوحيد بالنسبه لنا في بعض الحالات المحدوده دلوقتي، مش كتيره. الفايبروسكان او جهاز الرنين المغناطيسي برضو ممكن يقيس لنا تليفات الكبد او تراكم الدهون في الكبد. بس طبعا اجهزه الرنين احنا عارفين كلنا ان فحص الرنين بيبقى غالي شويه. نلاقي اشعه الرنين يا دكتور احمد، ده جهاز تاني غير غير ده. اشعه الرنين المعروفه بتتعمل على اجزاء مختلفه من الجسم، منها الكبد، بتفيدنا برضو في التشخيص. بتفيدنا يا دكتور محمود ان احنا نعرف هل في تليفات ولا لا، ونسبه الدهون قد ايه. بس عشان هي مكلفه شويه ومحتاجه برضو خبره معينه فيها، فما بنطلبهاش احنا كدكاتره كبد كتير. يمكن اكتر بنلجا للسونار، والفايبروسكان مؤخرا يعني بقينا نعتمد عليه شويه في الايه في القصه. هو دهون بس يا دكتور احمد؟ يعني الفايبروسكان ده بيشتغل بيقيس نسبه الدهون فقط في الكبد؟ لا، ولا في حاجات ليه مميزات ثانيه؟ اول ما الجهاز ده اتعمل كان بيقيس نسبه التليفات الكبديه فقط لا غير. التليف الكبدي كان بيستخدم في امراض الكبد المختلفه، في تقييم المريض لعلاج فيروس سي زمان. انا اذكر كده يا دكتور محمود، في امراض الكبد المختلفه يعني كنا بنستخدمه في فيروسات الكبديه. كان اول ما علاج فيروس سي دخل مصر، كنا بنقيم مين يحتاج العلاج قبل التاني عن طريق الفايبروسكان، ان احنا نشوف مين المرضى اللي في مراحل يعني تليفات اعلى شويه، فنبتدي نديهم العلاج بدري. وبقيت مشاكل الكبد ومنها الكبد الدهني بنشوف بنسبة التليفات زي ما شرحنا، بيحددها لي سواء 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو 4. ونسبة الدهون بيقسمها لي برضو لمرحلة 0 مفيش تراكم دهون في الكبد، أو 1 أو 2 أو 3.
يعني هي دي الريبورت اللي الدرجات بيجي بتاعنا لي. وسريع بناخد النتيجه واحنا واقفين. ما هو زي ما حضرتك ده حلو جدا كده. 3 دقايق ما فيش قلق، لان بالنسبه للاشعه برضو بتتاخر كده، بيبقى في لا المريض وفي بيبقى عينه قلقان الكبد. وفي العينه دي قلق بقى. يعني احنا لما بناخد قلق عينه يعني. الكبد بنبعت بنبعت المريض للمعمل الباثولوجي عشان استشاريين الباثولوجي يقروا العينه، فبياخد الوقت من 5 ل6 ايام. وساعات بيجي لنا التقرير يمكن صادم في بعض الاحيان ان العينه غير كافيه، فالعيان يتعرض تاني ان هو ياخد عينه تانيه. فعشان كده يمكن العالم كله كان بيدور على بديل يعني اسرع، امن، سهل اقناع العيان بيه عشان ايه نستخدمه. ومتهيألي مش اغلى من العينه. لا لا يعني مش اغلى من العينه. اعتقد ان هو طبعا سعره مش سعر الفحص يعني مش سعر يعني الجنة. اعتقد سعر الفحص يعني في المتناول يقترب من سعر السونار. سعر السونار يعني يقترب من سعر السونار. الفحص مش غالي زي ما قلنا، هو في اماكن معينه الطبيب المعالج بيوجه المريض ليها، او يعني عايزين نطمن بنعمل الفحص دوت. في بعض الناس ممكن ما ينفعلهاش الفحص ده، بيتوقف برضه. عشان كده احنا بنقول اللي بيقوم باجراء الفحص هو طبيب، عشان برضه في بعض المرضى ما ينفعش يتعمل لهم الايه الفحص، ما بيطلعش نتائج دقيقه يعني. طيب احنا شخصنا مرض الكبد الدهني، هنعالجه ازاي؟ او نقي من يعني اكيد في وقايه قبل العلاج وبعدين في علاج. تمام. هو احنا زي ما بدانا كلامنا قلنا ان احنا ايه ما نقلقش، وفي نفس الوقت نقلق. يعني قلنا للمرضى ما تقلقوش، احنا الكبد الدهني منتشر جدا، ونقلق ان هو ممكن يؤدي لتليفات في الكبد وفشل في وظائف الكبد بمشاكلها المعروفه. اول حاجه طبيعه الحياه، طبيعه الحياه دي تشمل الوزن وطبيعه الاكل والتمارين الرياضيه. يمكن في الطب دلوقتي اي طبيب زميل حتى بيتكلم مع المرضى بتوعه قبل ما يمسك الروشتة. انا يمكن بقولها للمرضى بتوعي يعني اقول لهم قبل ما نمسك الروشتة ونكتب علاج نبقى عارفين احنا هنعمل ايه. اول حاجه نظام الاكل، ان احنا نحاول الوجبات السريعه والحاجات اللي بتبقى غنيه بالنشويات والدهون، الحاجات دي نحاول قدر المستطاع نقنن من استخدامها. تاني نقطه ان احنا من يعني ما نسيبش نفسنا لزياده الوزن اللي بتؤدي بينا بقى زي ما الكبد الدهني بيحصل. ويمكن اكتر اسباب الوفاه في مرضى الكبد الدهني مش ناتج من مشاكل الكبد اكتر من ان هو المريض بيحصل له من مشاكل السن، يحصل له جلطات لا قدر الله في القلب او حاجه. فنخلي بالنا من وزننا، نحاول قدر المستطاع يعني نواظب على تمارين بصوره منتظمه، حتى المشي نفسه ما نستهونش بيه في ظل كل يعني عوامل الراحه اللي احنا بقينا فيها، ان احنا ما بنقومش تقريبا نعمل حاجه، كل حاجه في ايدينا. فنحاول قدر المستطاع ما نتنازلش عن ممارسه الرياضه او المشي بصوره منتظمه. الكلام ده كله بيبقى له امباكت، لان حتى هذه اللحظه الادويه حتى اللي اتكتبت لعلاج الكبد الدهني او التهاب الكبد الدهني كلها اللي خدت منها ابروفل او اللي اتقال ان ممكن نستخدمها لا ترقى للدليل قد فقدان الوزن. يعني انا مريض كبد دهني، لو انا فقدت وزن في حدود 10% من وزني، انا بتكلم ان انا لو ابتدى يحصل عندي تليفات في الكبد لا ممكن تتحسن. ففقدان الوزن والمحافظة على الوزن وقاية، وفقدان الوزن هو يمكن التارجت بتاعنا او الهدف بتاعنا في العلاج بتاع الكبد الدهني. بقية الادوية بقى من منشطات الكبد او بعض الادوية السكر اللي بتتاخد عشان تحفز الخلايا لاستخدام الانسولين كلها يعني حرفيا مرض الكبد الدهني ده ينطبق عليه مقولة الوقاية خير من العلاج. بالظبط كده. في نهاية حلقتنا دكتور بنحب نشكرك، وكانت حلقة جميلة جدا بوجود حضرتك. شكرا وشكرا لحضرتك نورتنا. شكرا دكتور محمود. شكرا دكتور منى. شكرا دكتور. شكرا. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أنا والطبيب، انتظرونا.